شيخ محمد، احنا وقفنا ان احنا بنتكلم، حضرتك قلت في 3 قصص في نعم سورة الكهف، بين سيدنا الخضر وبين سيدنا موسى، وحضرتك قلت ده اللي احنا شايفينه وعارفينه، نعم لكن الخير اللي بواطن الامور اللي احنا ما نعرفهوش. عاوز اقول هؤلاء، هذا نبي، وهذه 3 من الأمور التي لا يعلمها النبي، وكان متعجبا في بادئ الأمر ويرى أن في ظاهرها عذاب، لكن لما أفصح له الخضر عن الحكم الإلهية الربانية فموسى عليه السلام اطمأن قلب. عاوز أقول إيه بقى، كم من قصص في الحياة وكم من حكم مخفاة لا يعلمها إلا الله، ومنها ابتلاء الله للنبي عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام. وسلم بخروجه من بيته وبالعذاب الذي عذب أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من هؤلاء. ألم يكن ربي قادر على أن يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من ألا تكسر رباعيته في أحد؟ طب ما هو أذى لسيدنا النبي ولعلها رحمة، شق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور كانت من وجهة نظرنا احنا البشر إزاء لسيدنا النبي، ابتلاء لسيدنا النبي، لكن في باطنها رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ومن خلال هذه الابتلاءات يعني يتولد الإيمان الكامل. فكرة يتولد الإيمان يا شيخ محمد، لو وقفنا على المثال الرائع ده، في 13 سنة في مكة والصحابة بيتأذوا، هم نفسهم كانوا بيسألوا يعني ادعي ربنا أو فين رحمة ربنا، فالقضية إن سبحان الله كانت المدة دي تأسيس عقيدة ومعاني الإيمان، مش الهدف طبعًا إن احنا طبعًا نتعذب، طبعًا هي الهدف إن ده بيأسس، يعني سيدنا بلال لما قال أحد أحد، الفكرة مش قضية حسنات وسيئات وحسنات بناخدها لما نتعذب، قضية إن ده بيزرع أساسات إن أنا في الدنيا لرسالة وبعدين بتحمل هرجع وبكافح. للقول ده، أحد أحد ليست كلمة تقال من بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما هي واقع في قلبه، واقع في قلبه، يقين في القلب، يقين إن هو واحد، إن هو ما فيش غيره سبحانه وتعالى. لكن كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء أمس فأتحدث إليه في أننا قد اختزلنا الدين في العبادة، في مظاهر العبادة، في شكل العبادة، بصوم وصلي وسلام عليكم وتربينا وبنربي ولادنا على كده بالضبط، لكننا لم نتربى على أن الدين أوله ابتلاء، تهيئة صحيح، للابتلاءات، وأوله ابتلاء. أول الأشياء التي ترفع درجة العبد وتتنزل فيها رحمات الله على العبد هي الابتلاء، رحمات ربنا. يعني حتى يقولون في المثل كده، ده ربنا قبل ما بينزل البلاء بيرققه، بينزل معاه اللطف، وبها ينعم الميت، ينعم أهل الميت بترقيق الأمر عليهم وبالصبر. لذلك إن رحمة الله لا تتنافى مع البلاء، فرحمة الله تعالى نازلة في كل بلاء ينزل على العبد، وفي كل إيذاء يتأذى به العبد. ربما رفع الله تعالى لك قدرا لا تعلمه ورحمك ببلاء، وهنصلي على سيدنا النبي واقول لك ازاي. هو اللي بيصيب المؤمن مش ده أذى؟ ما يصيب المؤمن من هم ولا جزع ولا شكوى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ربما أنت محتاج حسن فربنا ابتلاك ببلاء، فهنا رحمته في إيه؟ أزال عنك سيئات بهذا البلاء. احنا كمان في الجزئية دي دايما بنصحبها بنقاش يا شيخ محمد، في فكرة ايه، ان هو الانسان ممكن ياخد حسنات انه يعمل خير، سؤال بنتسأله، هو انا لازم يعني اتعذب عشان اخد حسنات؟ فده بيخد ما ده اللي عايزين دايما نوضحه، ان فكرة البلاء مش الهدف منه علشان بس تكفر سيئات، لا طبعا، هو الاساس طبعا. بيأسسك من جواه وتكتشف حقيقة قدراتك ايمانيا وتكتشف علاقتك بالله ومدى تصديقك بالمولى سبحانه وتعالى، وبيطلع افضل ما فيك. ده وعاوز التمحيص. اقول حاجه، هو ربنا مش قال بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان في كبد؟ طبيعي ان تعيش الاكباد والابتلاءات كادح الى ربك كادح، وليس تعذيب لك، مش تعذيب خالص، ده هي رحمات كامنه لا تعلمها ولكن يعلمها الله. وربما بعد 20 سنة وبعد 10 سنين بتظهر لنا امور ونقول اه يا تخيل ربنا ابتلاني في سنه كذا او في السنه الفلانيه
عشان يوريني دلوقتي في رحمته، عشان يخلي. وسبحان الله ربنا بيدير منظومة كون متكاملة. طبعاً طبعاً. فيعني احنا بنقيس الموضوع على مشهد وعلى فرد، لا، هي في آلاف الناس ماتت علشان خاطر عقيدة. طيب معلش اخد نموذج بسيط. صلى على سيدنا. عليه الصلاة والسلام. قريبا ستظهر نتيجة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، أسأل الله أن يوفق أبنائنا وبناتنا. آمين يا رب. لما نيجي نشوف المنظومة، أنا مخطط لابن طب، تمام، وفجأة الولد ما جابش مجموع فدخل حقوق، فأول ما دخل الحقوق زعل أنا والأب زعلان. صح. وعشان كده أقول نموذج بس كان حصل، وحتى السوشيال ميديا اتكلمت عنه، إن الولد ما جابش، كان في طب وما نجحش، فالآخر ضرب نفسه بالنار لأن أبوه يعني عزمه أو حاجة زي كده. ربنا يعافيه. عاوز أقول هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما دخلش طب دخل حقوق فاجتهد فأصبح مستشار. فيقول لك شفت ربنا عمل لي ايه؟ انا كنت عاوز ابقى طبيب بس ربنا هو عاوزني كذا. واصبحت قاضي عدل، احد القضاة الذين اختارهم الله تعالى للحديث او للتحدث بصيغة العدل. فشوف الكوامل بتاعت ربنا في حياتنا كلنا، انا وحضرتك وغيرنا وغيرنا ممن كان في الجامعة او في الثانوية، كلنا كنا مهيئين نفسنا والاهل رسمين صورة مختلفة، وفجأة حضرتك خريجة هندسة مثلا، وده المشاهدين ما يعرفوش، فتخيل المسار اختلف، اصبحت تتحدثين في امور الدين ويعني وتبحثين في الدين. اذا فالله هو المحول، فهنا ليس ايذاء ان انا ما اشتغلتش في مجالي، ولكن ربما اراد الله تعالى بي النفع فحول مساري، فهي رحمة ربانية لا يدركها إلا من تعلق قلبه بالله وتعرف على الله بكامل الصفات. سبحان الله، دي عشان احنا دايما بنفكر بالأنا، لكن صحيح. ربنا كل الكون دول عباده. صحيح. فهو ربنا مش مطلع أنا محتاج هنا طبيب أو مش محتاج، محتاج هنا مهندس أو مش محتاج. فإحنا في النهاية ربنا بيستخدمنا في الدنيا. حضرتك اتكلمت في قضية مهمة قوي يا شيخ محمد، قضية التهيئة من الصغر. صحيح. مسألة إن الدين مش نختزله في العبادات. طبعا. بمناسبة التهيئة احنا هنتكلم عن ثلاث حاجات نهيئ بيها العقل. نعم. قبل ما نبتدي نقول فين رحمة ربنا، لان احنا لو سيبنا نفسنا كده ففعلا شايف حد بيتأذي، حد بيموت وبندعي وما فيش استجابة، فين رحمة ربنا؟ نعم. التهيئة دي هتفرق معانا. اول حاجة ان ربنا خلقنا للآخرة. صحيح. الاصل ان احنا الانسان خالد مخلد. نعم. عايش يدن يا في جنة ابد الابدين، يا حاشا لله في نار ابد. نعم. الابدين. نعم. الدنيا هي اصغر مرحلة واقل حاجة احنا بيمر بيها الانسان. صحيح. لكن هي بتحدد مصيره. نعم. المقابل ان هيكون في نقص كتير في المرحلة دي. صحيح. لكن الشاهد ان الانسان ما فيش حق الا ما بيرجع له، وبيبعث كل شيء انتقص منه في دنيته ربنا بيعوضه. ده حقيقة. يعني مثلا الأعمى أو الكفيف، هذا قد أصابه الله وابتلاه فأخذ منه حبيبتيه هي العينين، ولربما أخذها الله تعالى منه لأمر لا يعلمه إلا الله، فلربما كانت سببا لدخوله النار ولحصد كثيرا من السيئات، فأراد الله تعالى له أن يبدلها يوم القيامة بعينين في الجنة ويكون البصر سبب لدخوله الجنة. يبقى الفقد سبب في دخوله الجنة. فالحياة كما ذكرت هي أقصر مرحلة يمر بها العبد، لأنها ليست حياة ولكنها مرحلة انتقالية من أمر إلى أمر، من دار ابتلاء ودار عمل إلى دار حساب بلا عمل، خلاص انتهى الأمر، فينتقل الإنسان إلى قبره وقد سلم ورقة الإجابة التي طلبت منه طوال حياته مهما عاش. فحينئذ لا يدرك الإنسان قيمة الحياة وقيمة ما سلب منه في الدنيا من حقوق وانتقاص من أمور لا يعلمها إلا الله. لأننا يا إخواننا حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، يوم القيامة لو أنت اتظلمت قد يكون الظلم سبب في دخولك الجنة. الظلم سبب في دخولك الجنة. ظلم أنت اتظلمته، نعم هو ليس بحق ولكن الدنيا كده، ده هي مدرسة تعلم فيها من تعلم، وتعلمنا فيها كل شيء وأدرك الناس كل حال، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبلو بعضكم ببعض، يبقى احنا بيبتلينا ببعضنا. بالظبط. تمام. فهنا لابد الإنسان أن يدرك
أن قيمة الحياة إنما هي في الآخرة، كنسبة وأن الدار وكنسبة. الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فأول جزئية نهيئ بها عقلنا إدراك التوقيت، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صحيح. وقالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. إحنا نفسنا من نيجي نشوف حياتنا السابقة نحس إنها لقطات، لا خالص ما نقدرش نسردها بعدد الأيام اللي عشناها ولا أي حاجة، كأننا لم نعش. سبحان الله. صحيح. فهي دي الحكمة، النسبة والتناسب دي بتهون وبتخلينا نتهيأ للابتلاء. صحيح. في مثال مهم جدا عايزين نضربه بيلخص فكرة الرحمة، ماشطة امرأة بنت فرعون. المخ البشري بالعقل البشري يقول لا يتقبل. هي قالت ربي وربك الله، وفي النهاية اتحرقت هي وأولادها أو اترموا في الزيت هي وأولادها الخمسة. خلينا نقول حاجة مهمة قوي يا شيخ محمد، هنا هنقول أين نصر الله. القضية هنا مهمة، أنا عارفة أنه كلام عميق شوية بس هيوضح لنا معنى مهم. إحنا شايفين إنها ما انتصرتش وربنا ما نصرش دينه هنا، لكن الحاصل إن إحنا وصلت لنا القصة دي إزاي؟ بإنها واحدة كان ربنا مديها أولا فرصة أنها تكتم إيمانها، هي اختارت أنا عايز أقول الحق. الموت مش دليل أبدا على النقص أو الخسارة أو الهزيمة، بدليل أن الشهيد درجته أعلى بكتير من الشخص اللي يموت عادي. اسمها خالد مخلد، ربنا سيدنا محمد لما في الإسراء والمعراج شم رائحتها في الجنة، كل دي معاني. هي دي المكسب الحقيقي، مش الفكرة أنها تعيش في الدنيا وربنا ينقذها وينصرها على فرعون. التهيؤ هي وكأن الله أزال الغشاوة التي على عينيها، فرأت الجنة ورأت ما عند الله يقينا وصدقا أن ما عند الله أفضل، فصارت تغدو وتضحي بنفسها من أجل أن تقفز إلى الجنات. الموضوع سهل خالص، الموضوع أنها عندها عقيدة كاملة في الله ويقين ثابت في أن الله تعالى بعد أن تقبض روحها ستدخل الجنة، فهي مجرد كده خلصني من الحياة. يعني كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أصحاب النبي كان معاه تمرتين، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقاتله فيقتل فيموت إلا ويدخل الجنة. فسيدنا عمير أعتقد فقال أو عمرو بن الجموح فقال والله ما بيني وبين الجنة إلا هاتين التمرتين، والله لئن بقيت حتى آكل هاتين التمرتين إذن فالحياة طويلة. رمى التمرتين وقاتل واستشهد ودخل الجنة. هنا اليقين، معاني ومفاهيم وتهيئة، التهيئة الإيمانية التي نحتاج إليها في كل بيت، في كل بيت محتاجين التهيئة ديت. فعلا هي ديت ماشطة بنت فرعون وغيرها من هؤلاء الذين ليس الأمر مقصورا على هؤلاء الذين ذكرهم الله في بعض القصص، ولكن ما خفي كان أعظم، ما خفي كان أعظم كتير. كل ده ببسمة مفهوم فكرة واحدة اتكلمنا عنها، إن الدنيا حجمها ولا حاجة قدام الخلود، والعقيدة في الله، وأنا عارف إن أنا مروح وسايب الدنيا وخلاص والدارها بيتها الباب يتفتح وسأدخل إلى دار أحبها ويحبها الله، هو ده الموضوع. سبحان الله، دي أول حاجة في التهيئة. تاني حاجة قضية إن ربنا حاطط لنا قانون ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والمقصود هنا إن مفيش بلاء بينزل إلا معاه طمأنينة للقلب لو أنت متبع أصول الله وقوانين الله. العبرة مش بالبلاء، العبرة بوقعه على كل واحد.